على شاشات وقناه الشبكه. موضوعنا اليوم عن الادمان. مثل ما نعرف الادمان حاله مرضيه او سلوك معين يمارسه الشخص في حياته وسلوكياته اليوميه. بمجرد غياب مفعوله راح تتاثر الحاله النفسيه والمزاجيه للشخص المصاب. خليكم ويانا، راح يكون هذا محور استطلاعنا لليوم. موضوعنا اليوم عن الادمان، فشايف نفسك مدمن على شيء؟ بس التدخين. التدخين، يعني اذا اقلعت عن التدخين او جبروك انه تترك الجداره، شوف هذا الشيء راح ياثر على مزاجك او على نفسيتك؟ لا، هو كان صالحي. لا طبعا هذا افضل. شلون واحد يبطل التدخين افضل. هو افضل بس راح ياثر على اعصابك او على مزاجك؟ نوعا. موضوعنا اليوم عن الادمان، شايفه نفسك مدمن على شيء؟ ايه. حيوانات. عندي ادمان على القطط. اذا اخذوا منك القطه هذا راح ياثر على مزاجك او على نفسيتك؟ طبعا طبعا شيء اكيد، يعني ياثر. يعني اضوج مثلا، هي القطه احسها الشيء الوحيد اللي دائما يخليني فرحانه. يعني هي الحيوانات بصوره عامه لين ما حد يهتم لها، فانا شخصيا اهتم بيها دائما. مدمن على شيء معين؟ اي نعم، مدمن على الموسيقى، البيانو خاصه. تقدرين تعيشين بلا الموسيقى اذا منعت منك او اذا اخذت يعني الاله البيانو منعت منك؟ تقدرين تعيشين له عادي؟ لا هو عادي وراح اقدر اعيش، بس راح يظل دائما تفكيري انه تعويد، لانه صار عندي تفكيري بيها كل يوم. اريد العب في مقطع فور اكزامبل اول ما اقعد الصبح او مثلا قبل ما انام بالليل او لما اكون بحالتي النفسيه مو كل زينه احب العب البيانو. بس اذا تنأخذ مني الشغله لا راح اقدر اعيش بدونها. شايف نفسك مدمن على شيء معين؟ اي نعم طبعا، على النسوان ما فينا اعيش بلاهم. زين، انت شايف الادمان على النسوان شيء سلبي؟ لا بالعكس، هو شيء ايجابي. لانه هي الفتاه هي زينه الحياه، هي هون زينه المجتمع، فهم بلاهم ما فينا نعيش. شيء كثير صعب يعني. يعني انت مقتنع انه انت مدمن؟ طبعا، وانا فخور بهذا الشيء كمان، وانا هون بفتخر كمان. ما تشوف هذا الادمان حاله مرضيه؟ لا بالعكس بالعكس، هن النسوان هن زينه الحياه، زينه المجتمع، وبلاهم ما فينا نعيش. هن هون النص الثاني تبعنا كمان. مدمن على شيء معين؟ اي اكيد طبعا، اللي هو العطور. شلون وصلت لمرحلة الإدمان وشلون عرفت نفسك واصل لهاي المرحلة؟ طبعا يعني من خلال انه انا ما اطلع للشغل اذا ما اخلي عطر، ما اطلع للدوام اذا ما اخلي عطر، ما اطلع حتى ويا اصدقائي للكوفي اذا ما اخلي عطر. وصلت مرحلة بي انه انا حتى من انام، من اريد انام لازم اخلي عطر. فاني هاي الشغلة الاكثر شيء اشوف فيها انه انا مدمن. شايف نفسك مدمن على شيء معين؟ والله انا مدمن على الوشم. اي احب اني اسوي هذا الوشم يعني. شلون عرفت نفسك وصلت مرحلة الإدمان على وشام؟ كل فترة قمت أروح أسوي زين هالأشياء. يعني. أوعد لي هذا هنا. وين؟ زين وبرجلي يمين، يعني كل فترة قمت أحب أسوي. ما أرتاح لما أروح أسوي. تشوف إنه الإدمان هو سلوك غير صحيح أو عادة يعني غير صحيحة أو توصل للمرض احتمال؟ يجون.